السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من لقاءات مبادرة وجهة للتوجيه المدرسي والجامعي. في هذا اللقاء نستقبل وإياكم المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن التي يمثلها لهذا الغرض، سي عبد الله حاجي. سي عبد الله، مرحبا بك. شكرا أخي على الدعوة، يسعدنا أن أكون معكم اليوم. بارك الله فيك، الله يكبر فيك. كما جرت العادة، سيكون لقاؤنا تواصلي على مرحلتين. ستكون المرحلة الأولى عبارة عن سؤال وجواب بين المسير عبد الربيع وبين السي عبد الله، والمرحلة الثانية ستكون تفاعل مع تعليقاتكم. لذلك أخبركم من الآن أن تتركوا سؤالا يتعلق بالمدرسة حتى نجيب عليه في الفقرة الثانية من البث. نبدأ على بركة الله. قبل التعرف على المدرسة، نتعرف على الممثل. شكرا. هو السي عبد الله؟ سميتي عبد الله حجي، طالب أو طالب مهندس في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، السنة الثانية سيكل دانجينيور أو مسلك الهندسة، تخصص الهندسة الكهروميكانيكية أو شعبة أو مسلك الصيانة والكهروميكانيكية الكهروميكانيك. سي عبد الله، صف لنا بإيجاز المسار ديالك الدراسي من الجذع المشترك إلى هذه اللحظة. نعم، صراحة يعني السنوات اللي كنت قضيتها أنا في يعني في الثانوية كانت صراحة واحد السنوات اللي هما صراحة ماشي جيدين. صراحة ما كنتش حصلت فيهم أنا نقاط مزيانين، يعني كنت من دوك الطلبة اللي هما يعني ما باغينش يقرا، يعني أو بالأحلام يعني ما عنديش نظرة كاع على القراءة، يعني شنو باغي أنا من هذه الدنيا كاع، فهمتي؟ يعني غير كنقرا، يعني شنو كنقرا غير كنقرا، يعني غير زعما باش كنت خايف من العصا، زعما والديك لا يضربوك ولا شي حاجه، فهمتي؟ يعني حتى صراحه يعني انا كنت في الجذع المشترك، في الجذع المشترك قبل الجذع المشترك، يعني في باقي نعقل في السنه الختاميه ديال الكوليج، كانوا جاو عندنا الموجهين والمسيرون قالوا لنا على اساس انكم ديروا الثانويه التقنيه وراه كتضمنوا بها مستقبلكم وهذا وهذا وراه سهله وما غتلقاش. صافي قلت انا سهله ومزيانه، يعني نمشي في ذاك الميدان او ذاك المجال. مشيت في ذاك الصراحه ذاك المجال ومشيت للثانويه التقنيه، يعني كنا ترون كومون، وبالتالي كيبان لي زعما شي حوايج فيه، يعني زعما لقيت راسي في واحد الحاجه زعما نقدر ان ما نعطيش فيها ولا شي حاجه، يعني كان في بالي ديما انني باغي نبدل، باغي نغير، يعني ما باغيش انني نبقى في ذاك المجال صراحه. ولكن يعني من واحد الناحيه كنت بعت الدراري صحابي، كانوا الدراري صحابي في سيزيام اللي كانوا داروا مسلك العلوم والتكنولوجيا الكهربائيه، انا كنت درت مسلك العلوم والتكنولوجيا الكهربائيه، حتى صراحه الجيل الجهاوي كان جيل الجهاوي صراحه كنت بريباريت ليه صراحه شويه ماشي بزاف، ولكن ما قدرش نتحصل على نقطة مزيانة، واللي خلاني انني نراجع نفسي اكثر ويعني نعاود صراحة نصلح بزاف ديال الحوايج، ومن تماك صراحة بدات المسار ديالي انني نكون متفوق، ويعني ولا عندي واحد الطموح انني باغي ندير شي حاجة صراحة في الحياة، ولا عندي هدف يعني راسم، وخاصة صراحة الهدف ما جاش من الاول، ولكن يعني خاصو سنوات ديال، ولكن كما كيقولوا يعني ان الله لا يضيع اجر ما احسن عمل، يعني يجب انك تصبر و يعني وتكافح وتخلي ويكون الايمان ديالك قوي بالله، اذا كان الايمان ديالك قوي بالله يعني راه ما يخيبكش، ما يكون غير الخير ان شاء الله. وفاش في السنه البكالوريا يعني كنت حصلت على واحد النقطه، ولكن واحد النقطه اللي ما كانتش تخلينيش انني يعني نقدر ندوز لي كونكور ولا نلتحق بالكلاس بريبا او بالمعروف او بما يعرف نعم كلاس بريبا. درت الفيست ديال ستاس او بما يعرف عليها كلية العلوم والتقنيات ستاس، كنت قبلت من يعني طلبة يعني لا ليست داتوند، يعني دوك لا ليست داتوند باش كيكملوا بهم كنت منهم انا صراحة، وصراحة كنت دخلت ليفيستي ماشي يعني صراحة دخلت كلية العلوم والتقنية ماشي بهدف أنني باغي ندخل ليها، يعني غير باغي ندخل، لا
دخلت بواحد العزيمه والاراده، يعني باغي نبدل شي حاجه، باغي ندير شي حاجه، وباغي ننتقم من الماضي ديالي صراحه اللي ما كانش كيسمح لي انني ندير بزاف ديال الحوايج صراحه. والحمد لله يعني قدرت نتحصل على نقاط جيدين وممتازين صراحه، واللي خلاوني انني ندوز لي كونكور، والحمد لله بعد يعني سنتين ديال الدراسه في كليه العلوم والتقنيات. شعب نسيت ما قلتلكش، شعبات جيني الكتريك جيني ميكانيك او ما يعرف بالجي او جي ام، اللي هي العلوم والتكنولوجيا الكهربائيه والميكانيكيه. قدرت ندوز الكونكور ديال الانسام، وخا صراحه كانوا عندي اهداف اخرين يعني بسبب كورونا صراحه جات عرقلات السير عرقلات كل شيء، ولكن الحمد لله قدرت ندرس ان غروند ايكول دانجينيور صراحه اللي كنت كنحلم بها نديرها انا من الباك. والحمد لله دابا انا في السنة الثانية اللي هو ما يعدل يعني السنة الرابعة في الانسام. سيدي تبارك الله عليك، وصف بإيجاز، شكرا جزيلا. سؤال، علاش اختاريتي الإنسان بالضبط؟ صراحة اختاريت الانسام حيت هذا على حسب يعني المسار التوقعات المهنية ديالي، يعني شنو انا باغي نكون، حيت انا قبلت صراحة ما كنتش باغي هاد الشعبة اللي انا فيها، ولكن يعني كنحس براسي دابا انا باغيها، فهمتي؟ يعني كنحس بالميول ديالي، فهمتي؟ يعني كنحس براسي انني كنبدع في هاد الشعبة صراحة، حيت انا صراحة من شحال هادي، واخا يعني ما كنتش مهتم بالقرايه، كنت كن يعني كنسمع الهندسه يعني انا باغي الهندسه، فهمت؟ يعني الهندسه بالضبط الهندسه الصناعيه. والانسان صراحه كانت هي يعني احسن اختيار انني ندير، حيت ما بين افضل المدارس يعني في هذا الوقت، حيت يعني كتكون مهندسين يعني يعني اللي عندهم كفاءات عاليه، لا من ناحيه يعني البراتيك تيوريك، يعني هذا يضاعف يعني وهذا زعما كيضاعف يعني القطاعات اللي يقدر الواحد يعني يلتجئ لهم من بعد يعني في سوق الشغل. ممتاز ممتاز. بالنسبة، شنو هو الهدف من التكوين داخل المدرسة ديالك؟ واش كتكونوا مهندسين أو شي حاجة أخرى؟ صراحة الانسام يعني تتمثل يعني المهام يعني يعني الرئيسية يعني في المدرسة الوطنية للفنون والمهن في تدريب مهندسين يعني التكنولوجيا، يعني اللي كيكون عندهم واحد روح الفريق والقدرة على يعني إتقان دراسات وتصميم وتحقيق يعني منتج أو مجموعة من يعني الإنتاجات. بما في ذلك يعني تسعى المدرسة الوطنية للفنون والمهن دائما إلى يعني تحديث تدريبها، كما يعني كتعرف أن الإنسان مكناس يعني هذه واحد السنتين بعدها بالضبط، الإنسان مكناس هذه واحد السنتين كانت يعني حاولت تبدل من الناحية ديال يعني الفورماسيون أو ما يعرف بالدورة، يعني شنو كيتقرا لداخل هذا، وحاولت يعني تقرب يعني شنو كاين يعني في لاكشواليتي، يعني شنو كاين دابا، يعني من كيحاولوا انتيغريو وكيبدلوا عاوتاني لي زيليمون يعني واش نقدر يتقراو هكا، باش الطلبه المهندسين ما يلقاوش مشاكل، لا من ناحيه انهم الا مشاو يعني خرجوا دي ستاج يعني ما يلقاوش مشاكل، يعني ديجا يكونوا هادشي كانوا قراو، يعني ما يجيهمش حاجه غريبه يعني غادي يمشيو يقراو عليه ولا يمشيو يبحثوا ولا يمشيو يديروا شي، يعني ديجا عندهم وغادي هما يمشيو يكملوا عليه. هذه بالنسبه لا من ناحيه لي ستاج يعني لي بي اف او ولا في سوق الشغل. وهذا صراحة كيتيح يعني الطلبة المهندسين يعني أنهم يعني يلتجئوا زعما سوق الشغل بدون مشاكل زعما، والتدريب كي يعني ويستمر يعني تدريب 5 سنوات، يعني يستمر تدريب 5 سنوات، بداية من سنتين يعني كيسميو كلاس بريبا انتيغري، هاد السنتين اللي كيوجدوا فيها يعني الطلبه المهندسين يعني السيكل دانجينيور، يعني كيقريهم كاع داكشي اللي خاصهم يعني يكونوا عارفين، يعني كما كيقولوا لي زوتي او المعدات اللي خاص يعني واحد الطالب يعني عنده سنتين يعني
فيزيك الهندسه، انه يعني يقدر يكون عنده باش في السيكل دانجينيور او يعني في السيكل الهندسه ما يلقاش مشاكل، و يعني ديجا يعني زعما دغيا يقدر يساير مع البروف وهذا. نعم، عندي سؤال، شنو هما الآفاق من بعد التخرج الإنسان؟ صراحة الآفاق من بعد التخرج هو يمكن لك سواء يعني سواء تخدم، يعني سواء تخدم ولا سواء دير ماستر، يعني دير ماستر دكتوراه، يعني سواء يمكن لك تدفع عاوتاني، سواء يمكن لك دير دوبل ديبلوماسيون يعني من الكاتريام اني، يعني هاد السنة الثانية يمكن لك تدفع الدوبل ديبلوماسيون، وخاصك تشوف على حساب الكلاسمون ديالك. إذا كنتي مكلاسي من يعني من كنتي ديجا من المتفوقين، يعني يقدر يكون عندك زعما تقدر تمشي دوبل ديبلوماسيون، وبذلك تربح جوج ديال الدبلومات، يعني الدبلوم الأولاني اللي هو ديال المدرسة الوطنية للفنون والمهن، والدبلوم الثاني ديال المدرسة اللي أنت دفعتي لها، اللي دفعتي لها سواء على حساب أنك دير واحد الماستر آخر ولا دير انجينيور آخر، يعني دير واحد المسلك هندسة آخر. مزيان سيدي. بالنسبة عندي سؤال بخصوص كيفية ولوج المدرسة، زعما شهادة البكالوريا مطلوبة، الانتقاء، المباراة الكتابية الشفوية إلى آخره، بغينا نعرفوا هاد النواحي. بالنسبه لشروط الانتقاء صراحه كاين 3 ديال الشعاب اللي يقدروا يعني انهم يدفعوا للانسان. كاين شعبات العلوم والتكنولوجيات بما في ذلك الشعبات التكنولوجيه الكهربائيه والميكانيكيه، وشعبات سونس مات يعني شعبات العلوم الرياضيه A و B، وشعبات العلوم الفيزيائيه وشعبات العلوم علوم الحياة والأرض. وشروط الانتقاء يعني كيكون واحد الكونكور، يعني كيكون واحد الكونكور، يعني كيكون أول حاجة واحد كدفع، وكيكون واحد شروط الانتقاء. بحال دابا هذا العام كانت يعني بحكم يعني جائحة كورونا، ما كانش يعني الانتقاء كان على حساب نقطة 75% ديال نقطة الجهة الوطني، وزائد 25% ديال نقطة الجهوي. وكاين واحد المعدل ديال كيسميو يعني بحال معدل الترجيح، يعني بالنسبه للدراري ديال العلوم الرياضيه كي يعني كيشدوا هذيك لا نوت ديال الجهوي والوطني، يعني 75 25، وتيضربوها في 1.4. بالنسبه لشعبات العلوم والتكنولوجيا الكهربائيه والميكانيكيه كيضربوها حتى هي في 1.4، وبالنسبه لشعبات العلوم الفيزيائيه 1.2، وكي كلاسيهم يعني على حسب العدد اللي هما باغين. وكي بالنسبه لهذا العام كان صراحه بالنسبه لنظام مكناس كان صراحه كان داز شي 500 واحد، وبالنسبه لكازا كان تقريبا 200 واحد 200 واحد. نعم، واما بالنسبه اما يعني بلا كورونا يعني كيكون واحد الكونكور، يعني من بعد البكالوريا الدراري يعني كيتحصلوا على النقاط ديالهم تيدفعوا في السد ديال التوجيهي اللي مكلف اللي ولا جامعين فيه هادشي كلشي ديال يعني ديال دفع المدارس، يعني كتدفع وكتدوز الكونكور. كيكون فيه الماط، كيكون فيه الفيزيك، الماط كيكون فيه كاع داكشي، يعني غالبا كيكون هو نيفو ديال سيونس مات، يعني كيكون غالبا النيفو ديال سونس كاع داكشي اللي كانوا قراو، يعني نقدر نقول لك من السانكي ماني حتى البكالوريا تيمتحنهم فيه. وبالنسبه للفيزياء كذلك ميكانيك الكتريسيتي الكترومغنيتيزم. نعم، بالنسبة للاختبار الشفوي ما كيكونش. لا الاختبار الشفوي ما كيكونش، كيكون غير اختبار كتابي صافي. صافي. بالنسبة لمدة الدراسة والتخصصات الموجودة بالإنسان. بالنسبة لمدة الدراسة 5 سنوات، بالنسبة للعامين الأولى يعني السنتين الأولتين كيكون فيهم أني بريباراتوار. بالنسبة للإنسان كنس، بالنسبة للإنسان كازا مازال سميتها سي بي إي، حيت في الإنسان كنس كانوا بدلوا شوية في البروغرام وحاولوا يحسنوا أكثر باش يولي فيه يعني باش يوليو يعني يوازنوا ما بين الميكانيك، يعني يوازنوا ما بين يعني المواد يعني ديال الهندسه حيت كي والمواد ديال الرياضيات والفيزياء وكذلك الكيمياء. يعني كان
يعني طالب كاينه سنه يعني سنتين، و يعني من بعد هاد السنوات يعني كاين كيجي ترون كومان او الجذع مشترك. هاد ترون كومان كيقراو فيه الطلبه، يعني تقدر دير كيكونوا فيه يعني كيجمع سبعه ديال الشعب، يعني كيجمع الشعبه ديال الشعبات جيني ميكانيك اوبسيون ستركتور انجينيوري دي برودوي، جيني ميكانيك انرجيتيك اللي هي ديال الطاقات، يعني الشعبه الميكانيكيه مسلك الطاقه، والشعبات الشعبه الميكانيكيه الصناعيه اللي هي جيني ميكانيك بروديكتيك جيني ميكانيك يعني بروسيدي، وكاين جيني الكتروميكانيك اللي هي الشعبات الكهروميكانيكيه مسلك يعني مسلك يعني الكوموند اي مانجمنت اندستريال، وكاين المانتونس انرجي الكتروميك انرجي مانتونس الكتروميكانيك، وكاين الجيني اندستريال اي بروديكتيك، وكاين الجيني اندستريال اوبسيون انتيليجونس اي انتيليجونس ارتيفيسيال اي داتا ساينس، وكاين الجيني سيفيل. وبالنسبه للشعبات الجيني سيفيل كيديروها الطلبه يعني من تروازيام اني تيقدروا يديروا ديك الشعبه، يعني كيقدروا يديروها من تروازيام اني، وبالنسبه للشعب سبعه الشعب الاخرين كيديروهم حتى للكاتريام اني، حيت كيقراو واحد سنه ونص ديال التكوين اللي كيكون يعني كيكون داكشي مجموع بحال قلتي، يعني كيكون بحال قلتي يعني الدبلوم ديال لانستا مكنس، ولا قلتي بحال اللي كيخرجوا دي زانجينيور اللي هما جينيراليست، يعني دي زانجينيور ميكانيك اندستريال قبل ما يعني يلتحقوا بالتخصصات ديالهم من بعد يعني من بعد ترونكوم. بالنسبة عندي سؤال بخصوص نظام الدراسة، واش انتم عندكم لي موديل والفاليداسيون وراتراباج، كيفاش كتتم؟ نعم، بالنسبة نهضر بعدا على السنتين الأولويتين ديال لاني بريباراتوار ابي. بالنسبة لاني بريباراتوار كتكون الفاليداسيون على 11، بالنسبة لانوت اليميناتوار على 7، بالنسبة إلا جبتي أقل من 7 كيكون عندك نوت اليميناتوار. بالنسبة ل كيكونوا يعني بالنسبة ل كيسمي بالنسبة ل كيكون يعني دي كونترول كونتيني دي كونترول كونتيني ودي زيكزامان فينال. بالنسبة لي كونترول كونتيني كيكون عليهم تقريبا واحد 30% من النقطة النهائية ديال الامتحان اللي كندوزو كتابي، وبالنسبة ل 70% كتكون في امتحان زمان امتحان نهائي، وكتكون معاهم يعني واحد النقطة ديال الدي تي، هي النقطة الدي تي كتكون يعني بعض المرات يعني واحد جوج على حساب هذا، وكيديروا لهم واحد كوبيسيون وتيحسبوهم. وبالنسبة للراتراباج الا جبتي يعني الراتراباج كيكون على يعني الا جبتي الراتراباج حال ما جبتي كيكون الراتراباج، يعني جبتها زيرو دوز الراتراباج، يعني تقدر تحضر تقدر ما تحضرش ماشي مشكل، يعني كيعطوك الراتراباج. و يعني مثال الا جبتي 20 في الراتراباج كيردوها لك 11. بالنسبه للسيكل بريباراتوار، بالنسبه للسيكل داشينيور كتكون الفاليداسيون على 12، و لا نوت اليميناتوار كتكون على 8، وبالنسبه للراتراباج كيكون قل من 12 كيكون راتراباج. بعض المرات يعني اسمح لي نسيت ما هضرتش لك على لي موديل، حيت دابا حنا كنقراو يعني هذوك لي موديل، ولي موديل كيكونوا فيهم يعني الداخل ديالهم كيكونوا دي زيليمون، يعني كيكون فيهم دي زيليمون، يعني كتلقى جوج ديال لي زيليمون، يعني في كل موديل تقريبا كتلقى جوج ديال لي زيليمون. يعني باغ اكزومبل في الاني بريباراتوار كيكون عندهم 6 ديال لي موديل، كتلقاهم في كل موديل كيقراو جوج ديال لي زيليمون، يعني بحال قلتي كيقراو 12 اليمون، وكل اليمون بحال دابا نعطيك مثال، بحال دابا كاين واحد الموديل سميتو كاين ستاتيك الكتروسينيتيك، كدو كاين ليليمون الاول سميتو ستاتيك، يعني بالنسبه يعني الالكترومان يعني الكتروستاتيك، والثاني كاين سميتو الكتروسينيتيك سميتو الكتروسينيتيك. ويعني الا جبتي في الكتروسينيتيك 20 مثلا جبتي في 20 والكتروستاتيك
جبتي فيه 7 و يعني يمكن لك اليمون يقدر يكونبونسي لك اليمون وتفاليدي الموديول خاص، غير الشرط انه ما يكونش يعني نوت اليمناتور يعني تحت المعدل 7. الا كان نوت اليمناتور خاصك يعني ترجع تدوز في الثاني الرطراباج وغادي ترجع لك النقطه ديالك 11. وبالنسبه للسلك الهندسه هو كذلك، يعني سلك الهندسه نعم سلك الماجينو هو نفس الحاجه، غير هو الفاليداسيون كتكون على 12 و ولا نوت اليمناتور على 8. وشحال ما جبتي يعني في الرطراباج كترجع لك حتى هي يعني حتى هي 12. كيكونوا تما لي دي بي لي طرافو بقاتي كيكون عاوتاني لي بروجي هادشي ليك سيدي. تبارك الله عليك، لمحة عامة وتأكد أن المشاهد ضروري ما غادي يستفيد من هذه المعلومات. بالنسبة للمواد اللي كتدرس، بغينا لمحة عامة على المواد. بالنسبة للمواد اللي كتدرس، كاين مواد يعني كاين مواد ديال الميكانيك، يعني كاين بالنسبة للميكانيك فيزيك يعني بحال مثلا ميكانيك دو بوان، ميكانيك سوليد، كاين الار دي ام، كاين يعني كاين بزاف ديال يعني ديال المواد بالنسبة للميكانيك. كاين مواد بالنسبة للالكتريك كذلك، كاين الكترومانيتيزم، الكتروستاتيك، الكتروسينيتيك، كاين مواد بالنسبة للشيمي، كاين الشيمي جينيرال، الشيمي كاين الماتيريو، كاين الشيمي اورغانيك، كاين الميتالورجي، وكاين عاوتاني مواد بالنسبة للغات، كاين مواد بالنسبة للغات، كاين الفرنسية، كاين الإنجليزية، يعني كل سنة كيتقراو يعني غادي كيبقاو يتزادوا يعني في النيفو بالنسبة للمواد. بالنسبة عندي سؤال آخر، بالنسبة كيف ما كنعرفوا أن طالب السنة الأولى ملي كيفوت البكالوريا وكيبدأ في الجامعة كتكون مجموعة من الصعوبات والمشاكل اللي كيواجهها، وحنا قلنا نسولو سي عبد الله بما أنه مجرب، وكل سؤال مجرب لا تسول الطبيب، كاين بغينا نعرفوا شنو هما المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجه طالب السنة الأولى باش يعرفهم ويديرهم في البال. صراحة يعني السؤال زوين صراحة ممتاز. كنشكرك صراحة على هذا السؤال، حيت صراحة بزاف يعني كنشوف أنا صراحة بزاف هاد العام ديال الدراري يعني تالفين وما عارفينش غير يعني غير داخلين صافي، غير يعني غير داخل. المهم هو كيقول لك أنني درت واحد المدرسة يعني اللي غادي نتخرج منها من بعد خمسة سنوات يعني غنتخرج مهندس. لا حيت دابا اول حاجه انا بالنسبه لي صراحه يعني بالنسبه للصعوبات، هو الصعوبات راه غادي تواجهها في الاول، يعني الصعوبات راه غادي تواجهها في الاول، ماشي ما غاديش تواجه، غير هو خاصك تعرف كيفاش تقدر انك تتجاوز دوك الصعوبات. حيت كاين اللي كيقول لك صافي خليه من بعد، خلي خلي هذا صافي خلي هذا. حيت دابا حنا المشكل عندنا هو ان يعني التلاميذ كيجيو يعني ديجا هما من الباك كيجيو عامرين بالسوايع، يعني كيجيو عامرين بالسوايع مولفين داك السيستم ديال يعني داك السيستم ديال يعني يصير عند البروف هذا هو يوريك هذه وهذه وهذه صافي، كتجيك تدخل كتجيب 20 في الامتحان. لا بحال دابا هنا كلشي كيتبدل، لا يعني خاصك تعرف تتعامل مع كل حاجه بوحدها، خاصك كل حاجه تعطيها وقتها، خاصك هذا. صراحه النصيحه اللي نقدر يعني نقولها اي واحد يعني في البريميراني، هو اول حاجه ما يبغي يدخل لواحد المدرسه ولا يبغي يدير واحد الكليه ولا يعني اي حاجه بغى يديرها من بعد البكالوريا، هو انه يعني خصو يحدد الاهداف ديالو يعني قبل من المدرسه، يعني خصو يحدد الاهداف ديالو، يعني شنو باغي، يعني شنو باغي يدير من بعد، يعني شنو من هنا واحد 5 سنوات او 10 شنو باغي هو يكون، وعاد غادي يبدا يعني بصفه عامه يعني غادي يبدا من العام وغادي يبدا يجي في الخاص. يعني الخاص غادي بحال دابا يعني دار يعني المدرسه الوطنيه للفنون والمهن، يعني شنو الاهداف ديالو من هذه المدرسه الوطنيه، يعني شنو باغي يدير من هذه المدرسه، يعني شنو باغي يدير فيها، يعني شنو باغي يدير فيها. حيت دابا باش حتى حاجه ما تقدر يعني حتى حاجه ما تقدرش توقف ليه في طريقه، حيت بزاف ديال يعني ديال المشاكل غادي يقدر يواجههم، ولكن هو غادي يتفكر انه عنده واحد الاهداف، عنده بزاف ديال الحوايج انه باغي يعني يوصل لهم، وهذاك اللي غادي يخليه يكثر انه متحفز وباغي يعطي يعني بزاف ديال الحوايج. ويعني واحد الحاجه كنشوفها اخرى هي ان يعني الطلبه يعني فاش كي يعني صافي فاش كيوصل يعني واحد السن كيقول لك زعما راني زعما صافي راني اسمع راني خديت الباك راني صافي كبرت راني فهمتي، يعني ديك اللعبه ديال راني مسؤول فهمتي، يعني مابقاش عندك زعما الحق تهضر معايا ولا شي حاجه. لا حيت دابا حيت صراحه بزاف ديال الحوايج كنشوفهم كيوقعوا في هذا المشكل، حتى نهار كي يعني حتى نهار كيطيحوا في هذا عاد كي
يعني كيبايو شير يعني، سورتو يعني من ناحية ديال والديهم صراحة، هما اللي تيعانيو معاهم. إما حيت دابا كيقول لك داك صاحب الهدف لا تغيره يعني مغيرة الطريق، حيت دابا بزاف ديال الحوايج كيتلاقى معاهم و تيقدروا يزعزعوا الا ما كانش هو مزيان يعني مثبت مزيان، فهمتي؟ هذا هو صراحة الميساج اللي نقدر نقول لك. سيدي سؤال آخر يقول: إذا بغيت نكون من المتفوقين بالمدرسة مثلا، نكون من الأولين، شنو هما النصائح ديالك؟ صراحة بالنسبة لي يعني النصائح اللي نقدر نعطيك هو أنك يعني أول حاجة خصك يعني خصك تحضر، يعني خصك تحضر دائما وتاخذ دي بريز دو نو يعني دائما، واخا البروف ما يكونش يشرح يعني خصك ديما انت واخا تحاول تاخذ منه يعني الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون ديالك، يعني تاخذ منه الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون، يعني تحاول تسولو يعني تقرب من البروف واخا هو ما يشرحش مزيان، قول لي يعاود لك ويعاود لك ويعاود لك، تتحاول يعني تبدا تبان لك يعني شويه الايده وراه يعني يعني بشويه بشويه يعني تخدم. وهو صراحه بحال دابا في الانسان بغيتي تكون متفوق خصك تبقى تحضر يعني دائما، وخصك يعني تتبع مع البروف وتكون اجو، وخاص يعني اون فوا يعني داكشي اللي درتيه في الصباح ولا درتيه في النهار خصك تجي في الليل يعني تزيد عليه وتكمل عليه، باش هكا تقدر تمشي مزيان وما تلقاش صراحه مشاكل. وحيت دابا فاش كيقرر مع هذيك لا سيمين ديال البريباراسيون كتلقى يعني صافي يعني لي بريبارا فهمتي، يعني ما كيبقاش عندك الوقت كاع فين تقرا ولا هذا، حيت تقدر تقرا واحد الحاجه اليوم وتقول حقا باغي نرجع لها، وكتلقى باقي لك بزاف ديال الحوايج كتلقى راسك بسيمانه ولا جوج سيمانات صافي ما بقى عندك كيفاش دير ترجع لها، تلقى راسك صافي دوز ساعه يعني سيطر وطار. سيدي شكرا جزيلا على النصائح ويجعلهم في ميزان حسناتك. شكرا، الله يحفظك. بالنسبة للسؤال الآخر، التكوين في الانسام واش فيه شي تدريب ميداني، كاين شي ستاج؟ بالنسبه كاين تروا ديال كاين يعني ستاج يمكن لك ديرهم يعني سواء من السنه الاولى السنه الثانيه، يعني السنه الاولى ولا السنه الثانيه يعني تقدر ديرهم انت بوحدك يعني ولا تقدر. وفي السنه الثالثه كاين ستاج، كاين ستاج انيسياسيون كنديروه في يعني في يعني ما بين ديال يعني il dure un mois، يعني تقدر دير سواء ديرو في شهر 7 شهر 8 على حسب يعني مي ديباسيش هاد لي دو موا. وكاين ستاج عاوتاني في السنه الثانيه في سلك المهندس، هاد ستاج كيكون فيه يعني دو موا يعني شهرين، وكيكون ستاج عاوتاني ديال البي اف او بروجي دو فان ديتود اللي كيكون فيه دوره كامله اللي هو الاس ديس. غير عندي واحد السؤال بخصوص ستاج دينيسياسيون، شنو هو الهدف منه مثلا؟ ستاج دينيسياسيون صراحة هو يعني تقرب من الميدان يعني الميدان زعما ديال يعني شنو كيمشي يعني شنو كيدار يعني في الاندستري، فهمت يعني شنو كيدار في الاندستري تقرب منه يعني سورتو. بحال دابا انا كنت ندير ستاج في السيرفيس دو مانتونس الكتروميكانيك، صراحة داك السيرفيس دو مانتونس الكتروميكانيك كنت صراحة استفدت منه بزاف ديال الحوايج، خصوصا دابا بحال هذا العام يعني درتني تقريبا هذيك يعني الشعبة اللي انا بغيت، وفي يعني في القسم كنقدر انني نقدر زعما نقدر نعطي زعما امثله للبروف ونقدر يعني نناقش معاه بزاف ديال الحوايج، وخلى يعني النظره ديالي تبدل على بزاف ديال الحوايج، يعني ما كيبقاش داكشي فلو يعني فلو بالنسبه لك انت، يعني داكشي كيولي واضح مزيان، وهذه هي الأهمية ديال لي ستاج، هذا هو الاهم كيقربوك للميدان وكتعرف راسك داكشي اللي كتقرا واش كاين في الواقع ولا ما كاينش. ولا ما كاينش في الواقع. نعم دابا كنعرفوا أن الطالب خاصة المهندس مضغوط بلي موديل ومضغوط بالامتحانات وشوية التمارة في القسم إلى آخره، وخاصة المتنفس، اللي كيكون في غالبا في المدارس الكبرى هو لي باراسكولير. هما لي عندكم شي زاكتيفيتي باراسكولير ولا لا؟ إذا كان شنو الأنشطة اللي كديروها أو الأنواع اللي كلوب إلى آخره؟ صراحة كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي باراسكولير، كل يعني كل كلوب وكيت كيت انتريس بواحد الحاجة، كاين كلوب سوسيال، وكاين عاوتاني كلوب يعني كلوب ديال قافلة الحياة، يعني هاد جوج ديال الكلوب اللي كاينين في الانسان هادو كيهتموا يعني بتوس كي يعني سوسيال، يعني أي حاجة سوسيال يعني اللي كيس يعني كيساعدوا فيها الناس، يعني اي حاجه يعني
اي يعني اي حاجه ديال الخير كيديروها هما الاولى. وكاين عاوتاني كلوب روبوتيك، هاد كلوب الروبوتيك يعني اللي تيحاولوا يعني يخدموا صراحه دي بروجي، المهم اي حاجه عندها صراحه علاقه بالروبوتيك. كاين كلوب ميكانيك حتى هو، كاين كلوب انفورماتيك، كاين كلوب كاين اناكسيوس، كاين كلوب اندستريال، كاين بزاف ديال لي كلوب صراحه اللي يقدر الواحد يستخدمهم. انا صراحه كاع ما كنت اميل حتى شي كلوب على نوتخ. سيدي شكرا جزيلا. ورا الأهمية ديال لي كلوب راه أهمية بالغة، خصهم شي حلقة غير بوحدهم. صح. بالنسبة عندي سؤال بخصوص التجهيزات والمرافق اللي كاينة في المدرسة ديالك، مثلا القاعات، التي بي، المساجد، عندكم شي ملاعب إلى آخره، بغينا نعرفوا هادشي. بالنسبة للملاعب، كاين ملاعب يعني ديال يعني ديال الجامعة، كاينين في الانصام، كاين ملاعب ديال الجامعة، وكاين ملعب ديال الانصام، كاين ديال الباسكيت، ديال الفولي، يعني كاع الملاعب، يعني البنية ديال الملاعب مجهزة، يعني كاين تجهيزات صراحة عالية، يعني داروهم صراحة العام اللي فات. وبالنسبة للي تي بي، يعني كاع الماتريال ديال التي بي، يعني داكشي متوفر. و يعني بالنسبة ل يعني القاعات، يعني القاعات موجودين. بالنسبة للقاعات موجودين، يعني كل شيء موجود، خاص غير الطلبة يقراو وصافي. عندكم مدرجات عندهم لي زونفي تياتر، كاين جوج ديال لي زونفي، زونفي تياتر والقاعة ديال تي بي تا هما كاينين واقيلا. حتى ديال تي بي كاين. مزيان مزيان. ربما آخر سؤال عندي هو متعلق ب هذا السؤال كيعجب أولياء الأمور، متعلق بالسكن والمتطلبات ديالو، واش عندكم شي انترنا ساكن داخلي، أولا كتمشيو للسكن الجامعي، أولا كتكريو، بغينا نعرفوا هاد المسائل. بالنسبة للسكن كاين، يعني بالنسبة للطلبة، يعني كتلقاهم أغلبية يعني في البريمير راني تيجيو تي تي تيكريو في بيت المعرفة، بيت المعرفة أو بما يعرف بديار المعرفة، يعني هي حدا اللي نصام، هي سيتي بريفي، يعني كتشد شومبر مع شي واحد مثلا، يعني كتشد شومبر مع شي واحد، و يعني كتلقى الكوزينة يعني مشتركة، يعني المراحل ايضا مشتركين، يعني كاين ملاعب فين تنفس، كاين يعني المرافق اللي تقدر ترتاح فيهم، يعني كاين عاوتاني يعني واحد الامكنه اللي هما يعني مخصصين للدراسه، كاين الواي فاي، كاين كل شيء. وبالنسبه ل واش نقول لك الثمن ديالهم، يعني شحال اي حاجه تقدر تعاون الطالب اللي يلا غيبدا دراسه، مرحبا اي حاجه، المهم هو يكون عارف. بالنسبة يعني الطلبة اللي كيبغي يعني اللي يقدر يعني اللي يقدر يشد شومبر مع شي واحد، هذاك يقدر يخلص، يعني حيت دابا هما كيخلصوا بالتريمست، يعني 3 شهور 3 شهور، بحال دابا كتكري انت 3 شهور 3 شهور، كتقدر تخلص 2100 درهم بالنسبة للطالب اللي غادي يشد يعني شومبر مع واحد. وبالنسبة للطالب اللي يقدر يشد شومبر بوحده، يعني كيخلص تقريبا 3000 درهم، يعني ما 3000 درهم يعني في 3 شهور، تقريبا 3000 درهم، 3400 درهم بحال هكاك. وبالنسبه ل يعني اللي باغي يكري عاوتاني، كرا عاوتاني موجود عاوتاني على برا، كاين حدا الانصام، كاين عاوتاني حدا البلايص، كاين بزاف ديال البلايص صح، كيبدا من 500 درهم والفوق على حسب الاستطاعه ديال التلميذ. وكاين عاوتاني حي الجامع، كاين دار الطالب، عاوتاني دار الطالب حتى هو الكرا ديالهم صراحه حتى هو زوين. بالنسبة للشهر كيكون 250 درهم الشهر. وبالنسبة ل كاين عاوتاني الحي الجامعي، الحي الجامعي غير هو كيبعد شوية على الانصام، ولكن غالبا دابا الأغلبية كيحاول يبقى حدا البلاصة اللي كيكون فيها الطلبة ومجموعين، يعني اللي أصلا كاين فوق الدور كتلقى الجو ديال القراية، يعني ماشي بحال إلا كنتي ساكن في شي حي آخر، يعني شوية كيكون ده. هادو هما يعني البلايص اللي يقدر الواحد يقدر يكري فيهم. بالنسبة للمسائل ديال الماكلة، هاد البلايص واش مجهزين فيهم الماكلة ولا لا؟ لا، بالنسبة للماكلة خصك انت ديرها.
كان الطياب. كان غير طياب. زين زين. نكون قد أنهينا الشطر الأول من البث الذي كان عبارة عن أسئلة وأجوبة بين المسير وممثل المدرسة، ونشكر السي عبد الله على رحابة الصدر وعلى كل هذه شكرا لك. الإجابات والمعلومات التي سيستفيد منها المشاهد الكريم. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، التي عبارة عن التفاعل مع تعليقات الفيسبوك. أي مشاهد عنده شي سؤال بخصوص المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن لينسام يحطه في الكومنتير، وسي عبد الله يجاوب عليه. سيدي، نبدأ بالسؤال الأول. سؤال يقول: أنا باك علوم رياضية، ما عتبة الانتقاء؟ بالنسبه للعتبات الانتقاء ديال العلوم الرياضيه هذه السنه كانت 12 ما بين الجهوي والوطني، ولكن فاش حيدوا الكونكور يعني كاع بالنسبه للدراري اللي جابوا ديك 12 ما بقاش عندهم كاع، يعني ما بقاوش كيبانوا كاع بالنسبه حتى لهذا، حيت دابا هما ارتكزوا خصوصا دابا في الجائحه ارتكزوا اكثر على النقطه، يعني وكتلقى الاغلبيه عندهم نقطه، ويعني عنده باغ اكزومبل 15 14 فاصلة كبيرة كيضربوها في واحد الكوفيسيون تيكلاسيهم مع هذا، حيت دابا هذا العام عطاو حتى الحق لشعبة العلوم والتكنولوجيا الكهربائية وشعبة العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية، كان عندهم نفس الكوفيسيون دو بونديراسيون. كان هذا الإجابة عن سؤال عتبة الانتقاء. اللي عنده شي سؤال يحطوه في التعليقات باش نجاوبه عليه. سي عبد الله، نتسناو شوية بما كتبوا الأسئلة ديالهم. اسمح لي السي عبد الله، كنقطة قبيلة ملي دويتي على الستاج، بالنسبة للستاج، واش المدرسة هي اللي كتقلب لكم على الستاج، ولا كل واحد كيقلب على الستاج بتاعته؟ لا بالنسبه للستاج يعني تقدر يعني في حاله الا ما لقيتي ستاج يعني تقدر تشد شي بروجي مع البروف ولا شي حاجه، يعني المدرسه نقدر نقول لك هي اللي كتكلف لك بالستاج، يعني ستاج داخل المدرسه، يعني ستاج داخل المدرسه، الا ما لقيتي ستاج كدير ستاج داخل المدرسه. تنعرف واحد الصديق ديالي هذا العام صراحه ما قدرش ما قاش ستاج، حيت كما كتعرف دابا بسبب كورونا وهاد المسائل، يعني الاغلبيه كتمشي عنده كيقول لك ما بقيناش كنقبلوا لي ستاجير، ما بقيناش كنديروا هذا، واش عندك الباس فاكسان، واش ما عندكش هذا. وهو كان صراحة ما لقاش هنا ستاج في مكناس، ودار ستاج نيت هنا في لينسان، كان معاه واحد البروف قرانا كان مؤثر ليا. وبالنسبة في عملية البحث على الاستاج، انتوما اللي كتقلبوا على الاستاج ماشي المدرسة؟ لا حنا كنقلبوا على ستاج، يعني كتحاول تخيي واحد الكونت لينكدين وتحاول تصايب السي في ديالك وتحاول تقلب يعني وتحاول تدفع للشركات، يعني في لي زيمايل ديالهم تحاول تدفع ليهم، تحاول تبقى يعني تكثر من المتابعين ديالك، يعني سيرتو يكونوا ديجا في لو دومين اندستريال اللي انت باغي، وتقدر تلقى ستاجيك. إذا ما بقى كيبالي حتى شي سؤال. ربما أن كل ما قيل واضح وضوح الشمس. سيدي، وصلنا إلى نهاية البث. نشكر جزيل الشكر السي عبد الله حاجي على رحبة صدر وعلى كل هذه المعلومات المفيدة. سيدي، جزاك الله خيرا، الله يجعله في ميزان حسناتك. شكرا. نكون قد أنهينا البث الخاص بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن لينسام.
وهو بثون يبث عبر صفحتنا مبادرة وجهة للتوجيه المدرسي والجامعي. قبل نهاية لايف، سي عبد الله، هل من كلمة أخيرة؟ صراحة ما عنديش شي كلمة، ولكن صراحة كان يعني أنا بغي نشكرك صراحة على هاد المبادرة صراحة اللي تدير مع الناس، حيت صراحة بزاف يعني ديال يعني التلاميذ كيلقاو يعني مشاكل، يعني كياخد الباك ديالو ما عارفش شنو باغي يدير. يعني صراحة مزيان يعني هاد المبادرة الطيبة صراحة اللي درتو، وهاد الوقت اللي قدرتو تخصصوه يعني باش تقدروا يعني تفيدوا الناس و يعني وسيرتو أولياء الأمور ديالهم تاعو، وشكرا. سيدي بارك الله فيك، والله يجعله في ميزان حسنات جميع الإخوة والأخوات آمين الساهرين على المشروع. أذكر أن عندنا صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أخرى، عندنا صفحة انستغرام تحمل نفس الاسم، وعندنا قناة على اليوتيوب نضع فيها كل الفيديوهات المتعلقة بالبتوت، تحفظ هناك، واللي عنده شي سؤال بخصوصها كيكومونتي تما وحنا كنجاوبو معه، هذا للعلم. وكما مرة كان لقاء شيقا، ونتمنى ينال الإعجاب ديالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.